طبعا ما فيش شك ان الجو ساقع جدا اليومين دول من امبارح، والجو ساقع جدا بالليل، بس يعني اللي خلى الواحد يستغرب انه بالنهار بيكون في شمس، وشمس قويه كمان، يعني شمس ممكن تخلي الواحد يلبس قميص بس او يلبس لبس خفيف، بس بنيجي بالليل الجو بيبقى تلج. فعشان كده دايما بنقول يا رب محب الشتاء اللي هم احنا يعني يكونوا مبسوطين، الحمد لله مبسوطين وزي الفل. درجات الحراره منخفضه اليومين دول في القاهره، تقريبا بتسجل ما بين 18 و19 درجه، وده طبعا نتيجه تاثر مصر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. اعتقد انه ده طبيعي جدا، خصوصا النهارده تاني يوم في طوبة. صباح الخير عليك يا منى، اخبار الساعه معاك ايه؟ صباح الفل عليك يا شاذلي، الجو حلو جدا، الصبح بيبقى فيه شمس حتى لو الجو ساقع شويه، وبالليل هو اللي بيبقى يمكن درجات الحراره اكتر انخفاضا. اعتقد ان هو ده الجو اللي بيبقى كل سنه بالمنظر ده، من قبل حتى ما بنبقى عارفين التفاصيل، من قبل ما كنا بنتابع نشرات الجويه، كان واحنا صغيرين كنا بنسمع اهالينا وهم بيقولوا طوبة بيخلي الصبيه كركوبه. وبما ان احنا النهارده تاني يوم في شهر طوبة، فاحنا عارفين ان احنا عندنا شويه شتاء هيقعدوا معانا ممتدة لمدة شهر. لغاية دلوقتي احنا شايفين ان الشتاء كويس، في شوية مطر خفيفة، في شوية انخفاض في درجات الحرارة معقول، بس اعتقد انه ممكن يكون افضل من السنة اللي فاتت ومن السنة اللي قبلها، وده يمكن مفهوم بسبب التغيرات المناخية اللي بتأثر على العالم كله. عشان كده احنا يمكن السنه اللي فاتت واللي قبلها منا كنا دايما نقول، او يعني المتخصصين في الارصاد الجويه كانوا بيقولوا ايه، بيقولوا انه كل سنه الشتاء اللي جاي بيكون اكثر صعوبه، بيكون برد اكتر، لكن اللي حاصل بسبب التغيرات المناخيه ما بيخليش فيه توقعات او تكهنات بان السنه الجايه هتكون اصعب. مشكله التغيرات المناخيه بتتسبب في طقس غير مفهوم زي اللي حصل مثلا في استراليا من حوالي اسبوعين كده. نص استراليا كان فيها امطار ورعد وبرق وتلج، والنص التاني كان فيه موجه حاره جدا وجفاف. الناس ما بقتش فاهمه الطقس قوي جدا، بسبب طبعا ايه؟ انه الشتاء في العالم كله السنه دي هيكون اكثر دفئا من السنين اللي قبلها، وزي ما قلنا بسبب التغيرات المناخيه. ودي حاجه غريبه جدا، لان احنا كنا متخيلين ان كل سنه بسبب التغيرات المناخيه هنلاقي الشتاء يبقى اصعب واصعب والصيف يبقى احر واحر، ولكن زي ما شاذلي كان لسه بيقول احنا فعلا او علماء الطقس مش قادرين يعرفوا السبب الحقيقي في الموضوع ده. في علماء مناخ كتير اتكلموا عن الموضوع ده وقالوا ان بسبب استمرار ظواهر طبيعيه بتتسبب في ارتفاع درجات حراره سطح الميه في شرق ووسط المحيط الهادي، وغالبا بتؤدي الى ان تكون درجات الحراره اكثر اعتدالا في الشتاء. بس على كل ان الموضوع يعني بسيط جدا، شويه برد بس بالليل، شويه سقعه بسيطه، ممكن نتقل شويه في الهدوم منا، الدنيا هتمشي يعني. يعني اقصد وتفاصيلنا بقى اللي احنا متعودين حتى المطر عليه، وده كويس ان مفيش مطر، مشويه وشوربه العدس وكوبايه السحلب، حاجات لطيفه كل المشروبات الساخنه، الزنجبيل اللي كنا بنتكلم عليه في حلقه امبارح، يعني في مشروبات كتير ممكن تساعدنا على ان احنا نستمتع بشتاء نلبس الدفايات مثلا في حاجات كتيره. صباحكم زي الفل، هنكون موجودين معاكم على مدار 3 ساعات. مره ثانيه بنصبح عليكم، صباح الخير يا مصر.